أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، ورحبوا معنا اليوم برائد الأعمال المميز الكوتش عصام. أهلا وسهلا كوتش. أهلا وسهلا فيك. بداية ترحيب خاص وحار من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، وبنتمنى منك بداية عرفنا المزيد عنك وعن بداية الأستاذ عصام. اسمي عصام ترمنيني، أنا مولود بالإمارات، درست مدرسة هون، درست بالجامعة هون، والحمد لله بلشت بالباسكت كلاعب وهلأ كمدرب الحمد لله، وصاحب أكاديمية 24 باسكتبول في الإمارات. كوتش عصام، ممكن تخبرنا المزيد عن الأكاديمية، عن تاريخ الأكاديمية، متى تأسست وشو البطولات اللي حازت عليها؟ نحن متى تأسست الأكاديمية؟ هي أول سنة لسه نحن للأكاديمية. أنا صلي بدرب تقريباً 11 سنة بالإمارات. بهاي السنة قررت أنه أخذ شيء هو يكون لإلي أنا، ابدا بروجرس جديد للاكاديمي. الحمد لله بلشنا من اول هاي السنه، وبوقت سريع قدرنا نحظى ببطوله الاندر 19 اللي هي فئه تحت ال 19 سنه لبطوله الامارات للاكاديميات. وهذا الشيء انا بقوله بصراحه بكل فخر، بيرجع للاعيب ولتعب اللاعب وتعب المدربين اللي هو موجودين معنا بالاكاديميه. استاذ عصام، ممكن تخبرنا على ابرز البطولات واللاعبين اللي عندكم بالنادي؟ بالنسبة للبطولات، نحن شاركنا بخلال هاي السنة اللي مرقت ببطولة بول أبوف أول اللي هي بتضم أحد أهم الفرق والأكاديميات الموجودة بالإمارات، وهلأ مشاركين ببطولة دوبا اللي هي بطولة دبي أوبن فور باسكتبول أكاديميز اللي هي كمان تحت مجلس دبي الرياضي وتحت اتحاد كرة السلة بالإمارات. بالنسبة للاعيبة الموجودين معنا بالأكاديمية، في لاعيبة على مستوى عالي الحمد لله. أكاديميتنا بتضم فوق التسع لعيبة من المنتخب، من منتخب الإمارات لمنتخب لبنان لمنتخب سوريا لمنتخب الأردن، عدة لعيبة صاعدين، نجوم صاعدين، فيني فوت بكتير أسماء وكتير تفاصيل، بس الحمد لله الأكاديمية هدفها أنه نأسس من عمر الخمس سنين إلى عمر 19 سنة وفوق، ونقدر نوصل اللعيبة للمنتخب وللأندية اللي هن بيطمحوا أنه يوصلوا لها. كوتش عصام، ممكن تخبرنا كيف التكنيك باختيار اللعيبة عندكم، وشو اللي ميز الأكاديمية عندكم عن بقية الأكاديميات؟ بالنسبة للتمرين والتكنيك اللي بنتبعه نحن عنا بالأكاديمية، بنبدأ من عمر الخمس سنين بالتفاصيل الصغيرة. البروغرام عنا بنص على أنه اللاعب لازم يقدر يفوت بالتفاصيل الفنية، من دريبل للشوت للباس للريباوند للاي أوبس، كل التفاصيل الصغيرة اللي هي بيبدأ اللاعب منها من عمر الخمس سنين. طبعاً تبدأ مايكرو باسكت، من مايكرو باسكت اللي هي من خمس سنين إلى ست سنين، بعدين من تاريخ من عمر السبع سنين إلى 12 سنة بنسميها ميني باسكت، من 13 سنة إلى عمر ال 15 إلى عمر ال 19 سنة وفوق هي بنسميها نحن الأوبن اللي هي كل شيء 13 وفوق هي باسكت بول. فالتكنيك طبعا بيختلف من خمس سنين الى ست سنين، تكنيك بسيط نقدر نعلم اللاعب اساسيات الباسكت ونقدر نحببه باللعبه. من العمر السبع سنين الى 12 سنه هون ندخل باساسيات اكثر اللي هي دربل باس شوت لاي اب، كل هاي الاشياء اللي خبرتك عنها. من عمر ال 14 15 سنه بنبلش نفوت بالتكنيك، عندنا شويه خطط، شويه كيف اللاعب يقدر يتمركز على الملعب وتفاصيل اعلى واعلى. كوتش عصام، بعد النجاح الرائع والمراكز العليا اللي اكتسبتوها، شو الخطة والرؤية المستقبلية لكم؟ فنحن طبعا كل شيء عم نعمله هون على بطولات محلية، هدف المشاركة هو طبعا الربح، بدنا نربح، بس بالأكثر هو اللعيبة اللي عندنا، اكتساب خبرات. نحن كأكاديمية هدفنا نطلع لعيبة يروحوا على أندية، يروحوا على منتخبات، يسافروا برا، يروحوا على منح رياضية. نحن جزء من البروسس اللي عندنا بالأكاديمي، ونحن متعاقدين مع ايجنسي اسمها EDU Sports اللي هو عندنا بارتنرشيب معهم. أي لاعب من عمر 16 سنة أو أقل بيقدر يروح ونجيب له عقد سكولرشيب، عقد منحة دراسية ببلدان برا اللي هي كانت بأوروبا أو بأمريكا أو بآسيا. فتقدر تقول نحن بنفكر من أول ما يدخل ولد من البطولات المحلية إلى البطولات الخارجية، المعسكرات الخارجية، بعدين النكست ستيب لمستقبل الولد اللي هي المنحة الدراسية بأوروبا بأمريكا بآسيا بأي محل. فتحت دولة الإمارات، صار لك قريب السنة حاليا، كيف وجدت اهتمام دولة الإمارات بالمجال الرياضي؟
صراحة أنا ابن الإمارات، مولود بالبلد، فهذا بعتبره بلدي. ومن أول ما ولدت بالبلد لهلأ الاهتمام بالرياضة وبكرة السلة خاصة عم بيزيد. الأكاديميات، عدد الأكاديميات عم بيزيد، وهذا شيء كتير منيح، لأنه صارت اللعيبة والأولاد كلهم عم يهتموا أكثر بأنه ينضموا للأكاديميات ليتأسسوا ويتعلموا صح. دولة الإمارات هي اللي عم تقدم هذا الشيء من خلال مجلس دبي الرياضي، من خلال اتحاد كرة السلة. هن اللي عم يوفروا لنا هذا المجال وهي المنصة اللي هي الأكاديميات لحتى نقدر نحن نأسس لعيبة. هدف الأكاديمية كمان اللي عنا إياها شيء خاص نحن بنعتبره بالأكاديمي، هو تعاون كتير كبير مع اتحاد كرة السلة، مع التعاون مع الأندية من خلال كان مباريات ودية، معسكرات خارجية، معسكرات داخلية. بالصيف مثلا أخذنا معنا لاعبين من أندية الإمارات وهم بيلعبوا بمنتخب الإمارات، سافروا معي أخذتهم على معسكر بإسبانيا ببرشلونة. معسكر كان مدته أسبوعين، الحمد لله استفادوا كثير، مباريات، تمارين، العقلية كثير. فنحن هدفنا كأكاديمية أنه نرجع نعطي هاي البلد ونقدر نطور لعيبة الإمارات من خلال الاحتكاك بين لعيب الإماراتيين مع اللعيب الوافدين لحتى نقدر نرفع مستوى كرة السلة بالإمارات. هذا هدف الأكاديمية، رفع مستوى كرة السلة بالإمارات إن كان على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الخارجي. بالنهاية شو الرسالة اللي بيحب يوجهها الكوتش عصام لدولة الإمارات على دعمها وعلى نعمة الأمن والأمان فيها؟ أكيد أنا قد ما تشكرت دولة الإمارات ما حيكون شيء كافي. هذا بعتبره مثل ما قلت لك بلدي، أنا مولود هون وعايش هون كل حياتي. فبدي أقول شكراً كثير لدولة الإمارات، وشكراً لتوفير هاي الفرص وهاي المجالات لإلنا. إن شاء الله نحن نقدر نعطي هذا البلد مثل ما هو أعطانا، ونقدر نخرج لعيبة من كان الإماراتيين وغير الإماراتيين، ونتعاون أكثر مع الاتحاد ومع مجلس دبي الرياضي على تطوير لعبة كرة السلة بالإمارات. حب أتقدم كمان بالشكر للبارتنرز اللي معنا بالأكاديمي اللي هن عم يضيفوا كتير لأكاديميتنا. أول شيء بحب أتشكر دريب برجر. دريب برجر هو أخذ جائزة Best Burger in the UAE. دريب برجر صاحب دريب برجر، مطعم دريب برجر، هو محمد لطيف وزوجته نادية. محمد لطيف هو لاعب نادي شباب الأهلي السابق ولاعب منتخب الإمارات. بعد ما خلص وتقاعد من الباسكتبول بالإمارات قرر انه يتجه للباسكتبول ويتجه للفود اند بيفرجز اللي هي الريستورانت. هو كداعم الى الاكاديميه بيدعمنا بكثير محلات، من خلال مجلس دبي الرياضي، من خلال اتحاد كره السله، ومن خلال شراكه بيننا وبين مطعمهم اللي هو الاوفيشال فود بارتنر تبع الاكاديميه. اما ايديو سبورتس، ايديو سبورتس مثل ما حكيت لك من قبل هن البارتنر اللي بضيف للأكاديمية من خلال المنحة الدراسية اللي بيقدمها بالمستقبل، إن كان بأوروبا، بأمريكا، بآسيا، بكل محل. هو الشريك الرسمي لنا اللي هو مسؤول عن إرسال المواهب إلى خارج الإمارات، في حال طبعاً اللاعب مهتم أنه يكمل باسكتبول بعد دراسته. وآخر شيء اللي هو All In Sports. All In Sports اللي هن الشريك الرسمي لنا، الفتنس بارتنر لأكاديميتنا. All In Sports بقيادة إلي عساف اللي هو عنده خبر كثير كثير كبيرة بمجال الفتنس واللياقة البدنية والريكوفري والفيزيوثيرابي. صراحة عم يضيف كثير لأكاديميتنا. في عنا أوريدي لاعب للأسف إجته إصابة، وهلأ All In Sports هو مسؤول عن يرجعه على الملعب ويحضره بدنياً لحتى يقدر يكون معنا. بتخيل هذا الشيء كثير مهم لإلنا اللي هو الإعداد البدني للاعب يكون جاهز إنه يلعب، غير طبعا انه بحال لا سمح الله اجت اي اصابه يكون احنا من خلال All In Sports البارتنر تبعنا يشرف على اعداده البدني لانه يرجع على الملعب. شكرا كثير. بالنهايه ممكن تخبرنا وتخبر جميع المهتمين وغير المهتمين بكره السله كيف بنقدر نوصل ونتواصل مع 24 Basketball Academy؟ اكيد من خلال التواصل، نحن اكيد الويب سايت عندنا اللي هو 24basketball.com، او من خلال صفحاتنا على الانستغرام او الفيسبوك اللي هي كمان 24basketball. بيقدروا ياخذوا رقم الاكاديمي من على الويب سايت، من على السوشيال ميديا، من اي محل نحن موجودين. واكيد انا موجود، اي شيء فيني ساعد فيه اكيد تواصل معنا دايركت بكون كثير منيح. شكرا جزيلا كوتش عصام، وبنشكر جميع طاقم العمل في الاكاديميه وبنتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. اكيد، وانا بحب اتشكر كمان كل حدا عم يشتغل معنا، ان كان اللعيبه اللي هن بيوثقوا فينا، الاهل اللي يوثقوا فينا، اللي ساعدوا كثير انه يحطوا ثقه اهم شيء عندهم بحياتهم هي أولادهم حطوها فينا. وآخر شيء اللي هو طبعاً أنا لإلي أهم شيء هو الطاقم اللي معي، من المدربين إلى الستاف إلى الإدارة إلى كل حدا، اللي هن عن جد كل حدا بيشتغل من قلبه. هاي الأكاديمية عم توقف من خلال الستاف، من خلال الأهل واللعيبة. فشكراً كثير لكل حدا وشكراً لكم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC.
دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا.